أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بستضيف أسرة مصرية متميزة في مجال، بتعرف على أفراد الأسرة، بتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. الفنان مصطفى الشامي هو ممثل مصري قدير، عاشق التمثيل منذ الصغر، ولم يخجل من أن يبدأ حياته الفنية من خلال الأدوار الصغيرة في الكثير من الأعمال التي شارك فيها بالتمثيل. صعد سلم الفن خطوة خطوة بهدوء يرقى إلى درجة البطء، ولكن في ذات الوقت بثبات يدعو إلى الإعجاب. يشهد له العاملون بالوسط الفني بالالتزام والدقة والمثابرة في عمله، ما أهله ليتابع مسيرته الفنية لمدة تقترب من 30 عاما. من أهم أعماله الوتد، يتربى في عزه، سكة الهلالي، أبو ضحكة جنان، أمهات في المنفى، السيد أبو العربي وصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية. اسمحوا لي أن أنا أقدم لكم الأسرة اللي معانا النهاردة، أسرة فنية بالإضافة لكده، ما أقدرش أقول طبعا فنية واكتفي، لأن معانا ضيفنا النهاردة اهتم بالجانب العلمي جدا، حقق فيه إنجازات ونجاح، اهتم بالجانب الأكاديمي. ضيفنا النهاردة هو أستاذ محاسبة التكاليف بكلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق، وكان عميد معهد العلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش سابقا. اسمحوا لي أقدم لكم الفنان الدكتور مصطفى الشامي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. ومعانا زوجته الفنانة الصاعدة هبة بدر. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وإحنا عندنا يعني أسئلة كتير، عندنا معلومات عنك، سي في كبير قوي قوي، ورق كتير قوي، لكن هبدأ بالسؤال التقليدي اللي ببدأ بيه دايما كل حلقة، وهو إن أنا أرجع وأتعرف على طريقة تعرفكم، بداية العلاقة قبل الجواز، وأول لقاء بقى تم بينكم إزاي، وكان الفن ليه علاقة باللقاء ده ولا لأ؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي. أولا أنا سعيد جدا أن أنا موجود في هذا البرنامج، وسعيد أن أنا موجود على قناة الأولى. وجودي هنا في الاستوديو أعدت لي الذكريات، أنا بقالي أكتر من 15 سنة ما دخلتش الاستوديو اللي أنا بسجل فيه دلوقتي، فقد إيه أنا سعيد جدا جدا بوجودي معاكم. احنا سعداء اكتر، وحضرتك شفت استقبال كل زمايلك، لان عشره عمر من طبعًا مصورين. طبعًا. يعني انا متربي هنا في التلفزيون، يعني انا ابن التلفزيون المصري، ولا يمكن اقول ان انا غير ابن التلفزيون المصري. يا اهلا بحضرتك. الحقيقه هي كانت صدفه، وكانت صدفه جميله جدا وسعيده جدا. انا كنت موجود في مكتب ومدعو، علشان كان في زي مؤتمر صحفي في احد المجلات الخاصه. ايوه. فانا الحقيقه وكان هذا المؤتمر بيناقش موضوع انا ما احبوش، يعني انا ما حبيتوش. ايوه. لانه كان بيناقش موضوع عائلي ما بين زوجه وزوجها، فما حبيتش احضر هذا المؤتمر لما عرفت الموضوع. فتعمدت ان اروح متاخر علشان يبقى الكلام خلص. ده مؤتمر شخصي يعني؟ مؤتمر احد الاصدقاء صحفيه عاملاه علشان تناقش قضيه خاصه بيها. أيوه. ده شيء ما يخصنيش. وما احبوش، لان انا ما احبش الحاجات العائليه. أيوه. تطلع على الملأ. انا مالي. فرحت متاخر، فلقيت هم خلصوا الجانب دوت،
وابتدوا يقعدوا كأسرة يتكلموا مع بعض اللي هو ما يجب أن يكون بقى. أيوة. فأنا حضرت هذه الجلسة فكنت بقى دخلت في الموضوع وطلب مني أن أنا أقول وجهة نظري، فتحدثت وقلت لهم ممكن تتحل بالشكل كذا بالشكل كذا بالشكل كذا بالشكل. فهي كانت موجودة فرمت جملة بتقول يا ريتك يا ريتني كنت شفتك من ثلاث سنين. من ثلاث سنين. من ثلاث سنين. هنفهم بقى منها ليه من ثلاث سنين. فأنا تفهمت على طول أن هناك كان في بروبلم. وكانت هي محتاجة حد زيي يحله لها ويقف جنبها. المهم ما قدرتش أعرف الموضوع ونزلنا. ما خدتش تليفوني، ما خدتش تليفونها، وانا روحت. وبالصدفه انا رايح مسرح البالون ففوجئت لقيتها موجوده ومعاها والدها علشان راح تحضر مسرح مسرحيه. ايوه. هي مسرحجيه قوي، اتضح انها مسرحجيه قوي وفنانه قوي ومعجونه بميه فن. ايوه. فالمهم فقابلتها قدام باباها، سلمت على بعض، عرفتني عليه، تعرفنا على بعض بتاع، قلت لها هاتي تليفونك واديني واخدي تليفوني. وكانت نقطة البداية. فابتديت كلمتني وكلمتها ايه المشكلة. اتاري ان هي كان عندها بروبلم. ايوه. قبل كده برضو حاجة خاصة بالزواج يعني، وخلصت وانتهت. وكانت تتمنى ان انا كنت احلها لها بشكل حبي بشكل ودي. المهم فمن هنا ابتدت العلاقه الانسانيه بدات تتطور. العلاقه طب كده. انا عايزه اسمع برضو هبه بقى يعني. يلا نسمعها. يا ريت اسمعها. والله هو كان المؤتمر اللي الدكتور بيحكي عنه كان في مقر الجريده. لا انا مش عايزه عايزه تاني عن المؤتمر. لا انا عايزه اعرف انت لفت نظرك في ايه. انا برجع الحته عشان اقول لحضرتك. هو كان في الجريده اللي انا كنت فيها بكتب فيها، وانا ما كنتش احضر المؤتمر ده اصلا لنفس الاسباب اللي الدكتور قال عليها. فسبحان الله انا حضرت. و انت عايزه تقولي هنا ان القدر كان بيجمعك يعني انت كنتي مش هتحضري وفي حاجه خلتك تروحي وتحضري. برضو لان انا يعني كنت خلصت شغلي في الجريده وهمشي خلاص. أيوة. انا مش هقعد. فاتفاجئت بان هو جه قال حل المشكله كلها اللي بقى كان بقالها شهور بين السيده دي وجوزها. هم طبعا في مصر ما نقدرش نجيب اساميهم يعني. بصيت لقيته حل المشكله في قعده كلمتين. فانا حتى انا برضو كانت عندي مشكله قعدت معايا حوالي سنتين ثلاثه بحل فيها. فبقول له يا ريت حضرتك كنت قابلتك متاك كنا حللي المشكله في الوقت ده. انا لقيته دي اكتر حاجه لفت نظرك. ان هو ازاي بجمله واحده ازاي. انا بقول له انا عجبني فيك هدوءك، بيتكلم بعقلانية جدا، بيحل المواضيع بمنتهى السلاسة. انت تبقي قدامه يفضل يهدي فيكي لغاية لما بيحللك المشكلة في كلمتين اتنين بالظبط. ايوه. يعني اللي انت بتعمليه ده كله ملوش لازمة، هو هيتحل. اسمعيني وهي كده. ده اكتر حاجة لفتت نظرك. دي اول حاجة. اول حاجة. ان هو رزين جدا. عارفة انت كل اللي حواليه كده يبقوا معجبين بيه وهو قاعد ولا في دماغه اي حاجة. تقيل يعني. تقيل. دي نقطة عجبتني فيه قوي. بعد كده يعني اتفاجئت هو كان ساعتها بيصور مع الله يرحمه الفنان خالد صالح في لبنان، اللي هو اخر مسلسل عمله حلاوة الروح. فاتفاجئت انا كتبت مقال عن فيلم كان الدكتور كاتبه، فلقيته بيكلمني بيقول لي ايه بقى اللي انت عملتيه ده؟ قلت له في ايه حضرتك انا ما عملتش حاجة. قال لي لا انا قلت بقى انا عملت كارثه يعني. فبقول له في ايه حضرتك؟ قال لي انت كاتبه مقال رائع، انا انت ليكي مفاجاه عندي لما انزل. قلت له خلاص اوكي. فعارفه انت ما استوعبتش. فلقيت المخرج بتاع الفيلم اللي انا كتبت عنه بيقول لي انت ليكي مفاجاه عند الدكتور. قلت له طب قول لي ايه. قال لي لما ينزل. لقيته جمع كل كنت انا كان الدكتور لسه عارفني بقى له مثلا حوالي 10 ايام. أيوة. وبعدين سافر. لقيته جمع كل اصدقائه اللي هو يعرفهم قبل ما يعرفني انا، وعمل ترابيزه طويله كده في كافيه، وراح قايم قال لهم انا بعلن ان دي مديره اعمالي. عارفه انا اتفاجئت، انا لسه ما اعرفوش، انا يا دوبك قابلته مرتين وسافر يعني. طب ايه الثقه بقى يعني دي والتعامل بثقه وانت عارف بتعمل ايه وبتقدم ايه؟ طبعا. انا متاكده وانت بتقول دي مديره اعمالي انت جواك بتقول هتبقى مراتي او زوجتي يعني. او تمام. كان في اعجاب يعني. تمام. اولا وجدت انها فيها صدق.
نمرة واحد. اتنين، وجدت انها منظمة قوي وعارفة بتعمل ايه في شغلها. عجبني اسلوبها قوي في اللي كتبته. فانا بحكم ان انا بكتب كتب، فبرضو انا هبقى محتاجها تكتب لي على الكمبيوتر، بكتب افلام محتاجها تكتب لي الكلام ده كله، محتاج ان ناخد رايها أو تقرا وتقول لي وجهه نظرها، مثقفه عندها معلومات، فده لفت نظري. بالاضافه للاهم من ده كله بقى، انها لا تجري ورا مصلحه على الاطلاق، وده بقى نادر موجود، يعني مش موجود دلوقتي، يعني وده من ضمن الصفات اللي انا موجوده فيا انا، ان ممكن اعرف حضرتك واخدم حضرتك وانا ما فيش ادنى علاقه بيني وبينك، لمجرد مثلا انا قاعد معاك على الكافيه ولقيتك بتتكلمي على مشكله ممكن احلها لك، لان يعني ده ربنا هو اللي مديني هذه الهبه. ايوه. فلقيت ان هي مشتركه معايا في الكلام ده. الاكتر بقى ان انا اتفرجت عليها في بعض الفيديوهات اللي هي عاملاها مع والدتها وبيضحكوا مع بعض، يعني كأزا كوميدي يعني. أي. فلقيتها بتمثل وعندها الموهبه. طب واي نوت؟ يبقى دي يعني انت اللي قلت لها دي كانت المفاجاه الثانيه. دي كانت المفاجاه الثانيه برضه. شاف في الفيديوهات هو في لبنان. أي. فلقيته نزل قال لي انت ازاي عندك الموهبه دي؟ ما قلت له موهبه ايه يا دكتور؟ ده انا بهزر انا وماما 45 ثانيه يعني. أي. قال لي لا ال 45 ثانيه اظهروا ايه اللي جواكي. الممثل بيبان من اول جمله، من اول جمله يقولها. فرحت واخدها معايا في فيلم اسمه صندوق رئاسه، وده كان اول عمل. ده كان اول عمل فنجحت. فخدتها في فيلم تاني اسمه محارم، وكان دور اصعب من الاولاني ونجحت. طيب خلوني اقول ان انا ما قدمتش كمان دكتور مصطفى الشامي. يعني هو دكتور مصطفى الشامي زي ما قلت السي في متخم، السي في كبير جدا. هو فنان عاصر، جيل زي ما نقدر نقول كده جيل العمالقه. نقدر نقول ايضا ان الدكتور مصطفى الشامي بدا الموهبه من المسرح المدرسي، بدا من مسرح الجامعه التمثيل. كان رياضي، كان بيرسم. لو هنقول الرياضه كان بطل هوكي مش كده؟ كنت في فريق الجامعه او فريق الجامعه ومنتخب مصر. ايوه. وانجلفت مصر ومنتخب الجامعه وكليه التجاره. الفن يمكن ما كانش في رضا من الوالدين او من الاسره عموما على ان انت تتجه للفن، كانوا عايزين الجانب العلمي والاكاديمي اكتر. نقدر نقول هنا ان انت حققت التوازن بين حلمك وحلمهم. طبعا. يعني فن ورياضه وفي نفس الوقت الجانب العلمي برضو انت حققت فيه نجاح. تمام. هو الحقيقه يعني مش العيله عندي بس اللي كانت، لكن هي دي كانت السمه في العصر بتاعنا، ان الفن غلط عيب بتاع مش عارف ايه. فانا كنت برسم وكنت بمثل ورياضي وبتاع، فكان هم وكنت بعمل كل الكلام ده خلاص، هم يعني ما قدروش يعملوا حاجه بقى، يعني خلاص انا عايز كده. وهم كانوا يحبوني شويه يعني، لان انا دمي خفيف شويه تمثيل بقى الحاجات ده. فلما جيت خدت ثانويه عامه فقلت عايز ادخل يا فنون جميله يا فنون مسرحيه، لان انا اتعمل لي معرض رسم وانا في الاعداديه، كان عمري 10 سنين او 11 سنه. ايوه. في رابع اعدادي. وكان المشرف على النشاط المسرحي والفني وبتاع استاذنا الاستاذ عدلي كاسب رحمه الله عليه في شبرا. لان انا ابن شبرا وافتخر ان انا ابن شبرا. ايوه. فجيت طبعا والدي رفض ووالدتي اكثر رفضا، لان والدتي كانت تشبه تماما الست في الوتد اسمها هدى سلطان. والشخصيه والحزم فهي كانت رافضه تماما. ان انت هي برضه ربت سبع شباب. ايوه. سبع رجاله. أي. والدتي ووالدي.
وكان والدي جه في نهايه المطاف وكان نظره ضاع، فهي قامت بدور الاب والام والام. بس انت كان حلمك انك تدخل معهد الفنون المسرحيه وتدرس الفن ويبقى ده اتجاهك. ما قدرتش طبعا تحقق. فلقيت نفسي في كليه التجاره، ولان انا اخويا استاذ كرسي الجغرافيا في كليه اداب القاهره، فعلى طول اتصلوا بيه وجه وتصرف بقى هو كاستاذ في الجامعه، ولقيت ورقي في كليه التجاره. فاول يوم رايح كليه التجاره لا اجذبك القول هتستغربي، اقسمت ان اكون استاذا في كليه التجاره. طب ازاي هنا الحلم تحول من معهد الفنون المسرحيه لان انت يبقى حلمك استاذ في كليه التجاره؟ هقول لحضرتك، انا وجدت نفسي في هذا الشارع، بس انا كنت عايز اروح الشارع التاني، فقلت لازم اكمل هذا الشارع والف وارجع تاني للشارع بتاعي اللي انا عايزه، وده اللي حصل. هم دخلوني كليه التجاره وكانوا متصورين ان انا هسقط بقى واعمل المسائل دي كلها. فقلت لا، اقسمت بيني وبين نفسي وبين الله وعهدت ان اكون استاذا في كليه التجاره. يعني انت دخلت مجال قلت خلاص انا دخلت مجال يبقى اتفوق فيه. اتفوق فيه، لان انا لم اتعود على ان اكون الثاني، انا طول عمري دايما في المقدمه. ايوه. ما تعودتش اكون في المؤخره. ففعلا دخلت كليه التجاره واقسمت بيني وبين، خلصت كليه التجاره ودخلت القوات المسلحه جانب تاني من الشخصيه، واصبحت ضابط. ضابط ايوه في القوات المسلحه، وكان لي الشرف، ودرست في كليه حربيه، وكان لي الشرف ان اكون ضابط احتياط في حرب الاستنزاف. وانا عارفه ان الذكرى دي بتثير عندك، يعني بتتاثر بيها جدا. حرب الاستنزاف وفي 73، وعارفه ان ليك جمله برضو ان بتقول انا حته من لحمي في سينا سايبها موجوده هنا، اصابه موجوده لغايه دلوقتي في القدم. ثم بعد ما اصبت طلعت معاش، فابتديت ارجع تاني للطريق اللي انا كنت عايز ابتديه وهو التمثيل. طب انا عايزه بعد ما تملكت نفسك اتفضل، ليه مع ان دي حرب بقالها سنوات ليه لما بتيجي السيرة بتتأثر قوي؟ يعني لأنها ذكرى لا تنسى. إحنا عملنا المستحيل. القوات المسلحة المصرية في هذا الوقت عملت المستحيل، والكلام ده للشباب اللي بيقولوا أنتوا كل شوية كل سنة تحتفلوا 73، بتحتفلوا 73، بنحتفل 73 لأن 73 تستحق هذا الاحتفال. تستحق هذا الاحتفال، وإن شاء الله سوف نحتفل دائما ب 73، لأن إحنا حققنا إنجاز، حققنا مستحيل. إحنا شلنا البلد، لأن البلد لازم شبابها يشيلها. وأنا بقول للشباب اللي موجودين دلوقتي شيلوا البلد. البلد دي بلدكم. أنتوا اللي جايين. إحنا اللي رايحين. إنما أنتوا اللي جايين. إحنا عملنا هذا الكلام، شلنا البلد على كتافنا وتحملنا. تحملنا البرد، تحملنا ما فيش سلاح، تحملنا النيران مقيده. احنا قعدنا 8 اشهر بعد 67 النيران مقيده. يعني ايه النيران مقيده؟ يعني ننضرب، تطلع الطيارات الاسرائيليه تضربنا والمدفعيه واحنا ما نقدرش نرد عليها، لان احنا لسه ما كناش جهزنا. طيب بما انك شاركت مؤخرا في عمل مسرحي، نقدر نقول ممكن المسرح يستعيد رونقه ان شاء الله بمسرحيات الناس يبقى عليها اقبال، الناس تروح تشوفها امتى؟ ان شاء الله. لا مش امتى، ده احنا موجودين فيها. بدليل ان مسرحيه الف ليله وليله، ليله من الف ليله وليله بتاعت الدكتور يحيى الفخراني. دي كده بصيص نور يعني وسط العتمه. دي ما تديش كفايه لوحدها. دي ما تديش امل. طبعا تدي امل. وبعدين حضرتك ناسيه، في احنا عندنا مسرح الطليعه، بس يا ريت في ناس كتيره بتروح على فكره مسرح الطليعه. ايوه في مسرحيات رائعه وشباب رائعين ومخرجين واعدين، وفي ناس، في جمهور خاص بمسرح الطليعه.
في مسرح الغد اللي في البالون. ايوه. في مسرحيات وفي جمهور خاص برضه. انت حضرتك بتتكلمي عن مسرح الدوله ولا مسرح القطاع الخاص؟ واضح ان حضرتك بتتكلمي عن مسرح القطاع الخاص. لا بتكلم على المسرح مسرح عام. مسرح الدوله مش اللي هو مخصص لشريحه معينه وعلى مستوى ثقافي معين. لا المسرح بوجه عام الحركه المسرحيه النشطه. المسرح بوجه عام مقبل ان شاء الله، في امل وفي شغل، بس كل حاجة بتاخد وقتها. طيب على ذكر المسرح انا بدعوكم بدعو المشاهدين ان احنا نشوف الفاصل ده ونرجع نستكمل حوار. طبعا العمالقه القدام الاستاذ والفؤاد المهندس، طبعا اسمه الاستاذ، وعبد المنعم مدبولي وشويكار. احنا نفسنا في الـ في الـ في الـ في الثقافه دي تاني. دي ثقافه جميله جدا، ثقافه المسرح، ان الاسره تخرج في نهايه الاسبوع تروح تحضر مسرح وتعلم الاولاد ازاي يقعدوا يحترموا الشيء اللي بيتقدم، وازاي برضو الشيء اللي بيتقدم على المسرح يحترم عقولنا. زمان طبعا كان في مسارح، كانت مسارح بتتنافس مع بعضها، من اول نجيب الريحاني وعلي الكسار مع بعضهم، بعد كده بقى في مسارح عادل امام، في سمير غانم، في كان كل حد ليه مسرح، فاضل المهندس الله يرحمه، كان كل حد ليه مسرح، وكان كل حد بيناقش قضيه تفيد البلد. عايزين نرجع بقى المسرح بتاع زمان، يرجع عن طريق يرجع المسرح المدرسي بتاع زمان، اللي يرجع لنا المسرح بتاع القيم، والمسرح اللي هو يخرج لنا اجيال وعمالقه زي زمان. دلوقتي احنا دلوقتي كله داخل المسرح، ما مش 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 خريج مش يعني مش طالب المسارح المدارس او الجامعات او كده، لا احنا عايزين بقى المسارح زي زمان. المسرح لو طلع ونشا من المدارس، ووزاره التربيه والتعليم اهتمت بالموضوع ده وطبقته في المدارس، هيطلع لنا فعلا يعني هيطلع لنا ناس يأدوا لنا رسالة اللي احنا عايزينها. المجتمع محتاج رسالة. الفن ده ليه علاقة بالموضوع، حاجة كبيرة، يعني حاجة كبيرة في المجتمع، وبتأثر في ناس وبتعمل مشاكل لناس، وفي ناس بتتأثر بشخصيات كبيرة بشخصيات صغيرة، فلازم احنا نعمل في سكريبت معين وفي حاجة معينة نتكلم عنها. أتمنى في الفترة الجاية يبقى في اهتمام كبير على المسرح وعلى دوره، وخاصة إنه في شباب بيكتبوا حلو. على ذكر تشجيعك للشباب وان انت دايما بتحب تساعد الشباب، فنانة هبة بدر برضو من الشباب اللي ساعدتهم. طبعًا. اولا انت اللي اكتشفت موهبة التمثيل فيها، وليكوا تجربة او تجارب مشتركة. مش عارفة ايه التجربة اللي تحبي تتكلمي عنها اشتركتي فيها. انا عارفة ان في فيلم هو كتبه، فيلم السقوط، وحضرتك شاركتي في تمثيل. لو عايزة تتكلمي عن السقوط، لو عايزة تتكلمي عن تجربة تانية استفدتي اكتر. هو الدكتور عمل 13 فيلم من اللي حضرتك اتكلمت عنهم مع الشباب بدون اجر. دول 13 فيلم، منهم 8 انا عملتهم مع الدكتور. كان اول واحد زي ما هو قال صندوق ياسا، حضرتك لو تشوفي، بالنسبه ان انا هقول لحضرتك ان هو فعلا بيساعد الشباب، كنت ساعتها انا مش مراته، وكان بيعمل كده مع شباب او مع بنات اللي متواجدين معاه في اللوكيشن وكده. تشوفيني هتلاقيني مخضوضه وخايفه، طبعا كاميرا واضاءه واول مره يعني اقف قدام كاميرا وكده. تشوفيني الفيلم اللي بعده هتلاقيني احسن، اللي بعده هو ده بقى الخبره اللي احنا بنتكلم عنها، ان احنا ناخدها من منهم، لان هم فعلا عايزين يدونا، بس للاسف الواحد بيلاقي شباب كده بيرفضوا. لا انا ما حدش يقول لي اعمل، لا بالعكس انت خد منهم. انا لو تشوفيني اول، يعني انا عملت 8 افلام مع الدكتور، اول فيلم غير اخر فيلم. انا في خبره باينه. جامد. انا في ناس لما شافتني في سقوط، انا المفروض عامله فلاحه بتكلم باللهجه الفلاحي، وقعدت بقى انا اللي اربط لنفسي الاشرب ومفيش ميك اب خالص، وقعدت اجيب الشرشر ازاي ان انا اعمل الارض والكلام ده كله. فانا بقيت عماله اعمل كده ليه؟ لان هو بيقول لي عيشي الشخصيه، شوفي الست دي بتعمل ازاي، شوفي كده. فاول فيلم انا عملته معاه، انا رحت كنت ناسيه مش ناسيه، حفظت دور غير دوري،
المفروض ان انا مراته وهو متجوز مين. أيوة. فانا حسيت الزوجه غير الزوجه يعني خلاص، ودخلنا خلاص اوريدي هنصور. أيوة. فالمخرج قال له طب وبعدين يا دكتور؟ قلت بس سيبها لي 5 دقائق. فانا بقى عارفه انت بكتب وانا كسفته بقى يعني. فقال لي طب بس اهدي كده اقرا الورق. قريت الورق، قال لي اركني الورق على جنب شوفي اداء الشخصيه، الشخصيه بتعمل كده. ولقيته قلد الشخصيه قدامي، فانا بصيت له كده قلت له اوكي خلاص جاهزه جاهزه. راح رايح المخرج قال له قال له حضرتك حفظت؟ قال له اه. المهم فشغل الكاميرا والاضاءه قدرتي؟ انا ما انا ولا كان الكاميرا قدام، هو قال لي بقى ولا كان الكاميرا قدامك. انا فعلا عملت كده، خليت كنت على طبيعتك. آه المخرج بعد ما خلص قال له حضرتك يا دكتور متاكد ان دي اول مره تقف قدام الكاميرا؟ فانا بصيت كده قلت له على فكره والله الدكتور اللي حفظني بقى في الاوضه يعني. أي. قال لي لا بس انت ما شاء الله عليكي. معلش يما، اصل قابلت البت الرغايه بنت خالتي لواحظ، وعايزه ايه منك البت زينب دي؟ لسه كبرتك بتتكلم في ظلم العمده؟ ايوه يما، وبعدها لك يا رحيل امتى هتعقلي؟ عقلي ايه بس يما؟ هي البلد دي هتفضل صابره لحد امتى على ظلم العمده وعصابته؟ يرضي مين اللي بيحصل ده؟ ايوه يما الكلام رحيل صح. اخرس انت يا مقصفه الرقبه. وانت يا رحيل في ايدك ايه تعملي؟ يعني ايه يما؟ يعني تحطي لسانك جوه بقك وتتهدي، ما تتعيش عيشي من بيت العمده، خلينا ربي اختك زي ما ربيتك وبقيتي ممرضه. ازاي تبقى جبانه؟ يا بنتي انت انا قلت لك تسكتي. وانت يا رحيل وبعدها لك؟ يما ده عاوز يجيب حسن ابن عمده. انت يا وليه؟ انا برضه دماغي ناشفه؟ امال اللي انت هتعمله ده تسميه ايه؟ عايز اعمل له قيمه في وسط البلد واهلها. قيمه؟ ريح نفسك والنبي وغلاوه النبي عني. عليه الصلاه والسلام. ما تغصبش عليه حرام. نعم يا اختي ما اغصبش عليه. اسمعي يا وليه كلمه تاني مش عايزها. طب اخوك شوف البلد. انا اخويا بلا زفت. اسمعي عقل ابنك احسن لك واحسن له، فاهمه؟ فاهمه يا ساتر. طب استنى رايح فين؟ احنا ما خلصناش كلامنا. هغور من وشك يا ساتر. ده انت وليه فقريه. الناس اللي انت شاركت معاهم هنبدا بمحمود المليجي اللي بتعتبره استاذ توفيق الدقن، تحيه كاريوكا، محمود مرسي، يعني وصولا لعادل كمال الشناوي، صلاح قبيل، وصولا لعادل امام. كم الشخصيات والتجارب ثريه جدا في حياتك. ايه الادوار من كم الادوار اللي قدمتها وشاركت في تمثيلها اللي تحب نتكلم عنه؟ انا عارفه ان في ادوار معينه انت بتحبها، الوتد مع هدى سلطان، الالفاظ بيهم في الوتد، العمده في حكايه المدندش، والاثنين دول من اخراج الاستاذ الفاضل المخرج المحترم جدا استاذ احمد النحاس. ايضا في الجزء الرابع لأنسى الفرار من الحب، وليالي الحلميه. ليالي الحلميه طبعا الجزء الرابع. الشخصية الشهيرة جدا في ابو العربي مع هاني رمزي، وابو العربي طبعا سيادة المحافظ مع السينما بقى. و في ادوار كتيرة يعني انا بعتز بيها، لكن انا بعتز قوي بشخصية القفاص في الوتد، لانه انا كنت بعتبره ان هو اولا هو الشخصية بتاعته كان رجل مال، وكان يقرض بالفايز يعني مرابي يعني. مرابي يعني.